عقيدة المسلمين في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه أحد الرسل الكرام، بل أحد 5 الذين هم أولو العزم، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. ذكرهم الله تعالى في موضعين من كتابه، فقال في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأن عيسى عليه الصلاة والسلام بشر من بني آدم، مخلوق من أم بلا أب، وأنه عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وأنه ليس له من خصائص الربوبية شيء، بل هو كما قال الله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر قومه بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله، وإنما قال لهم ما أمره الله به: أن اعبدوا الله ربي وربكم. وأنه أي عيسى عليه الصلاة والسلام خلق بكلمة الله عز وجل، كما قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأنه ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رسول، كما قال الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ولا يتم إيمان أحد حتى يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه مبرأ ومنزه عما وصفه به اليهود الذين قالوا إنه ابن بغي، وأنه نشأ من زنا والعياذ بالله، وقد برأه الله تعالى من ذلك. كما أنهم أي المسلمين يتبرؤون من فريق النصارى الذين ظلوا في فهم الحقيقة بالنسبة إلى عيسى بن مريم، حيث اتخذوه وأمه إلهين من دون الله، وقال بعضهم إنه ابن الله، وقال بعضهم إن الله ثالث ثلاثة. أما فيما يتعلق بقتله وصلبه فإن الله سبحانه وتعالى قد نفى أن يكون قتل أو صلب نفيا صريحا قاطعا، فقال عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فمن اعتقد أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام قتل وصلب فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. فنحن نؤمن لأن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقتل ولم يصلب، ولكننا نقول إن اليهود باءوا بإثم القتل والصلب، حيث زعموا أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وهم لم يقتلوا حقيقة، بل قتلوا من شبه لهم، حيث ألقى الله شبهه على واحد منهم فقتلوه وصلبوه وقالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. فاليهود باءوا بإثم القتل بإقرارهم على أنفسهم، لا، وإثم الصلب.
والمسيح عيسى بن مريم برأه الله تعالى من ذلك وحفظه ورفعه سبحانه وتعالى عنده إلى السماء, إلى السماء, وسوف ينزل في آخر الزمان إلى الأرض فيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يموت في الأرض ويدفن فيها ويخرج منها كما يخرج منها سائر بني آدم لقول الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقوله فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. نعم.